شركة المصرية للاتصالات 10 جيجا بايت على كل الباقات تعويضا عن انقطاع الإنترنت. أعلنت الشركة المصرية للاتصالات انتظام خدمة الإنترنت بالكامل على مستوى الجمهورية، كما تؤكد الشركة أنه لا صحة لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود قطع بأحد الكابلات البحرية. وتعرب الشركة عن اعتذارها للعملاء الكرام عن هذا العطل الطارئ، وستقوم الشركة بتعويض العملاء المتضررين وأيضا غير المتضررين بـ10 جيجا بايت إضافية على جميع الباقات.